كريستيانو رونالدو عمل قناة على اليوتيوب، لكن اللي حصل في القناة دي عمره ما حصل في أي قناة تانية. اللي حصل بالظبط ان انتشر خلال الوقت البسيط اللي فات ان في ناس بتقول ان كريستيانو رونالدو عمل قناة على اليوتيوب، وبالفعل كريستيانو عمل قناة من 9 ساعات بالظبط، لكن القناة دي عملت حاجات عمرها ما حصلت على اي قناة قبل كده ولا على اي منصة، وتحديدا على اليوتيوب. القناة خلال 9 ساعات بقى فيها اكتر من 8.5 مليون مشترك، ودي حاجة عمرها ما حصلت وتقريبا عمرها ما هتحصل. وتقريبا اسرع واحد جاله درع المليون هو كريستيانو رونالدو، جاله الدرع في نفس اليوم اللي هو عمل فيه القناة. طبعا ده بسبب ان كريستيانو تقريبا من اكتر الشخصيات اللي في العالم محبوبة وليهم متابعين. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.